مساء الجمال على الضيوف. مية مساء على العيون الكويسة. او انا جدع واجدع ما في الحارة دي كلها. انا عبده عبده دانسي يا يا مساء. العلبة دي فيها فيل. فيل ازاي؟ اقولك فيل. صلاة النبي احسن. الو الو يا طلب. الو الو يا همبكة. ما يخرب بيوتكم وانا كل ما اجي اقعد اسمع عمر اللي فات ما هيرجع تاني. عمر اللي فات ما هيرجع تاني. طب هيرجع تاني. هيرجع. حيث انك ربتها تحدي يبقى 3000 جنيه مهر والشبكة والبيت وعبد الحليم حافظ يرقص في الفرح. حلاوتك يا بابا. حلاوت امك. شو اشترت ازازة منكر. فاضل ايه تعملوا الفجرة بنت الفجرة. البلانس فليكس لانس. وجرايه للدنيا. الناس كلها بقت فتوات. امال مين اللي هينضرب؟ واعمل لي امبكر. انت طلعت فاستكا فاستكونا بشرف العبالك الليلة بالسيد البدوي. شال الله يا سيد. باي باي يا عمر. طب بشرفي انا الجوازة دي ما هتتم ابدا. لا هتتم غصب عنك وانت اللي هتمسك الشمعة كمان. الشمعة دي تحطها في عينك. هو صحيح انت شريكي وحبيبي واخويا بس عمري ما شفت حد في وسختك. يا عم يا جمال حش جمالك من الطرقة حدثنا. احنا ولاد ناس وياما على الحرير دسنا. احنا اللي بدعنا الادب وتربينا بفلوسنا. تيجي انت يا جمال بجمالك وحدثنا. وانا وانت هو واحد من الأشرار الطيبين اللي تحب تشوفه وهو بيقدم الشر بطريقته اللي فيها شوية من الكوميديا. نجح جدا في أدوار الحرامي والبلطجي لدرجة ان الناس وقتها كانوا بيفتكروا ان دي شخصيته الحقيقية وبالتالي كانوا بيعملوه معاملة وحشة جدا لما يشوفوه في الشارع، مع انه في الحقيقة كان طيب جدا وبعيد عن الأدوار اللي بيعملها. انه الفنان توفيق الدقي. اهلا بيكم، ولو انت جديد في القناة ما تنساش تعمل لايك وتشترك علشان توصلك الفيديوهات الجديدة. اسمه توفيق امين الدقي. اتولد في 3 مايو سنة 1924 في قرية هورين مركز بركة السبع في محافظة المنوفية، وكان هو اكبر اخواته علشان كده اشتغل في اكتر من حاجة علشان يساعد والده في الانفاق على الاسرة. وكان طفل رياضي جدا وبيحب كرة القدم والملاكمة واخد فيهم بطولات كتير وهو صغير. وبعد ما توفى والده انتقل مع اسرته لمحافظة المنيا، وهناك اشتغل كاتب مخالفات في النيابة الجزئية، لكنه ما قعدش هناك كتير وانتقل بعد كده للقاهرة، وهناك اشتغل موظف في السكة الحديد. وهو شغال في السكة الحديد راح يقدم في اختبارات المعهد العالي للتمثيل، وكانت لجنة الاختبار مكونة من نجيب الريحاني وزكي طليمات وحسين رياض. ولما سألوه عن اسمه الريحاني اتريق عليه وقال له ايه الدقن دي ده اسم. فرد عليه توفيق الدقن بعزة نفس وقال له طب وايه الريحاني دي. فافتكرته اللجنة انه جاي يهرج ويتسلى فسقطوه في الاختبار. لكن بعدها سأل عليه زكي طليمات وقال له تعالى وهات صورك، احنا كنا بنختبر جديتك. وبالفعل دخل المعهد. وبدأ توفيق الدقن مشواره الفني ككمبارس من وهو طالب في المعهد، لحد ما جات له فرصة كويسة في فيلم ظهور الإسلام سنة 1951 مع كوكبة من النجوم
وكان الدكتور طه حسين هو اللي بيختار الممثلين في الفيلم بالسمع، فلما سمع توفيق الدق اختاره واداله دور في الفيلم. ولعبة الصدفة دور كبير جدا معاه لما شافه الفنان عبد المنعم مدبولي وعجبه أداؤه، فرشحه انه يشارك معاه في مسرحية الناس اللي تحت في المسرح الحر، بعد ما اعتذر الفنان صلاح منصور عن دور الأستاذ رجائي في عمله الفنان توفيق الدق، ونجح جدا في الدور. وبسبب النجاح ده فضل يشتغل في المسرح الحر لمدة 7 سنين، وبعدها انضم لفرقة إسماعيل ياسين لمدة 2 سنين، وبعد كده انضم لفرقة المسرح القومي واللي فضل فيه لحد ما أحيل على المعاش. وكان الفنان فريد شوقي معجب جدا بتمثيل توفيق الدق، ولما شافه قال له: أنا لما بدأت أمثل مفيش حد ساعدني ولا وقف جنبي إلا أنور وادي، وأنا هعمل معاك زي ما أنور وادي عمل معايا. وفعلا رشحه فريد شوقي للعمل معاه في 3 أفلام ورا بعض، وهي سلطان وبورسعيد والفتوة، وكانت من هنا انطلاق توفيق الدق في مشواره الفني. بتعرف تبيع؟ ابيع قوي. معاك فلوس؟ سرقوهم في البسطة. طب اسمع بقى يا اخوي، انا حديلك 20 بطيخة سلف وحقهم امانة في رقبتي. طز في رقبتك. توفيق الدق ملامحه هي اللي اهلته لادوار الشر اللي برع في ادائها جدا، وخلته واحد من اهم نجوم السينما في الـ50s، فهو من اوائل الفنانين اللي اضافوا الطابع الكوميدي لشخصية الشرير، ده غير الجمل والافهات اللي كان بيقولها واللي لسه عايشة لحد دلوقتي، زي احلى من الشرف مفيش، ويا اه يا اه، وقالوا يا همبكة وغيرها. ومن اهم اعماله سر طاقية لخفة، بطل النهاية، ابن حميدو، الفتوة، سلطان، بورسعيد، صراع في المينا، الشيماء، المذنبون، على باب الوزير، والأرض، وأعمال تانية. ومن أعماله المسرحية عيلة الدغري، بداية ونهاية، سكة السلامة، البلدوزر، والمحروسة. وكمان شارك في عدد من الأعمال التلفزيونية، منها أحلام الفتى الطائر، غريب في المدينة، محمد رسول الله، القط الأسود، مارد الجبل، هارب من الأيام، نور الإسلام، مفتش المباحث، وألف ليلة وليلة، وأعمال تانية. انتوا بلغتوا البوليس؟ طب خدوا بالكم من عيالكم كويس. توفيق الدق كان على عكس الأدوار اللي كان بيعملها، فكان شخص طيب جدا ورقيق في معاملاته مع الناس، وعطوف جدا على المحتاجين. ومن أبرز ألقابه اللي لقب بيها وهو صغير كان الشيخ العجوز، وده لأنه ختم القرآن أكثر من مرة. توفيق الدق اتجوز من خارج الوسط الفني من السيدة نوال الرخاوي، وخلف منها 3 أولاد، وهم ماضي اللي كان بيعمل كمستشار، وهالة اللي كانت بتعمل مدير عام في الرقابة على المصنفات الفنية، وفخر اللي كان بيعمل في إحدى شركات الخليج في دبي. ومن المواقف في حياة توفيق الدق إنه لما بدأ يعمل أدوار الشر وبقى نجم فيها، من شدة تقمصه للأدوار دي كان الناس في الشارع بينسوا إن ده مجرد دور في فيلم أو مسلسل، وبيصدقوا إن دي شخصيته الحقيقية وإنه شرير فعلا، وبالتالي كانوا بيعملوه معاملة سيئة جدا. والكلام ده وصل لوالدته، بالإضافة لكلام تاني اتقال، وهو إنه بقى يشرب خمور وأدمن عليها، فزعلت والدته جدا وقررت إن هي تروح تعيش معاه في القاهرة، علشان كمان كانت هي ست مريضة والعلاج بتاعها كان هناك. وفي مرة وهي راكبة جنبه في العربية، عدى واحد من الناس وقعد يعامل توفيق الدق معاملة وحشة جدا، ووصفه بالشرير السكير، فاتضايقت طبعا والدته، وبعد فترة اتوفت. فبدأت الناس تردد وتقول إنها ماتت وهي زعلانة منه ومش راضية عنه، لكن ابنه المستشار ماضي طلع وقال في حوار صحفي إن الكلام ده مش حقيقي، بالعكس دي هي اللي كانت دايما بتشجعه من أول ما بدأ، وكانت دايما تقوله نفسي أشوفك جاي محمود المليجي، لحد ما بالفعل وصل للمكانة دي، وكمان بقى من أصدقاء محمود المليجي، لدرجة إن محمود المليجي أوقات كتير لما كانوا يعرضوا عليه أدوار كان يقول لهم روحوا لتوفيق الدق أنا مش فاضي، وهو أصلح مني للأدوار دي.
يعني مش بس توفيق الدق حقق أمنية والدته، ده كمان بقى صديق محمود المليك. وكل الكلام اللي بيتقال ده إشاعات، وهي ما ماتتش زعلانة منه، ولكن ماتت بسبب المرض. ولما ماتت خرج والدي في الشوارع وهو منهار من العياط ومش مصدق إنها ماتت من شدة تعلقه بيها. حصل توفيق الدق على العديد من الجوائز والأوسمة، من أهمها وسام العلوم والفنون، وسام الجدارة والاستحقاق، ودرع المسرح القومي. عانى الفنان توفيق الدقن في أواخر أيامه من التهميش، وبقت الأدوار اللي بتتعرض عليه أقل بكتير وما تناسبش مسيرته الفنية. وفي حوار للكاتب الراحل محمود السعداني مع توفيق الدقن صرحه وقال له أنت بقيت بتعمل أدوار لا تناسب تاريخك، فرد عليه توفيق الدقن وقال له أنا باخد 50 جنيه، بياخدوا منهم استقطاعات فبيبقوا حاجة و30 جنيه، وبعدين تيجي الضرائب ويخصموا بدل السفر. في الآخر بيجي توفيق الدقن صاحب التلات عيال واللي ملتزم قدام المجتمع بالتزامات معينة، في الآخر بياخد 19 جنيه. دول بيدفعوا أجرة البيت ولا بيكفوني لحد آخر الشهر؟ أنا اضطريت أعمل حاجات مش راضي عنها علشان أعيش. فقال له محمود السعداني طب ما تسيب الأدوار دي وهم هيجروا وراك. فرد عليه توفيق الدقن بنبرة صوت فيها سخرية وقال له دول يسيبوك تموت من الجوع ويمعنوا في قتلك أكتر والديون هتزيد عليا. أنا بجري في كل طريق، المسرح، التلفزيون، الإذاعة، علشان أعرف أعيش. لو جيت للمسرح وتقول لي مرتبك كام أقول لك بمنتهى السعادة أنا باخد 50 جنيه، إنما تعالى شوف ال50 جنيه اللي أنا بحترق فيها كل يوم دي بتصفوا على كام. ال50 جنيه هم بياخدوا استقطاعات منها حوالي 11 جنيه تبقى 37 جنيه او 38 جنيه، بتيجي الضرايب تاخد 25% من ال50%، 12 جنيه بيجوا هم يخصموا مني بدل سفر نتيجه عملي ولف في البلاد ما بين بورسعيد وبين اسكندريه وبين راس البر. يعني بيجي توفيق الدين صاحب العيله عن ثلاث عيال الملتزم امام المجتمع بالتزامات خطيره جدا ب 19 جنيه دول يدفعوا قوره البيت ولا يجيبوا لي انا مصاريفي في المسرح ولا اعمل ايه؟ قول لي. يعني انت مضطر تعمل الحاجات دي؟ طبعا انا مرغم اعمل هذه الاشياء وانا غير راضي عن كثير من الاعمال اللي عملتها فعلا زي ما انت قلت، انما ازاي تستطيع جدا انك ما تشتغل شيء؟ هم هيجروا وراك طبعا. يجروا ورايا؟ امال ايه؟ طب ما بقعد بالسنه وبعدين بتبلغ ديوني اللي انا ومسؤولياتي. انت اصلا كنت جيران بمسؤولياتي يا استاذ محمود يظهر. لا انا عاوز اسال سؤال تاني، لو انت قعدت قلت لا انا مش هشتغل وجم وراك مش هيجروا وراك ولا مين؟ دول يسيبوك تموت من الجوع. اللي هم مين؟ اللي هم المسؤولين عن الفنون كمخرجين او غير مخرجين. دول ما يصدقوا لو كنت بتشتغلش يقتلوك يمعنوا في قتلك اكتر بل يزيدوا في امادتك اكتر. لا انا كنت فاهم وانا بسالك انك انت ما انتش داري بالمساله اللي انت فيها، يعني اتبيك داري وعارف واعي يعني. لا طبعا انا ما انتش راضي يعني. لا 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 مش راضي اطلاقا. دلوقتي لما اجي اسالك اقول لك توفيق الدقن دلوقتي فين؟ مين؟ ايه هو يعني بالظبط؟ قول لي ايه؟ توفيق الدقن هو تلاقيه بيجري في الاذاعه وبيجري في التلفزيون وبيجري في السينما وبيجري في الشارع يعني وفي البيت برضو بيجري. يعني انت الجاري توفيق الدقن؟ الجاري توفيق الجاري يوم 15 الجاري توفيق الدقن. يعني الفنان الجاري. الفنان الجاري انت. وفي حوار للأستاذ ماضي ابن الفنان توفيق الدقن قال انه كان زعلان جدا لما بقى اسمه يتكتب على الافيش بعد فنانين اصغر منه قيمة وسنة زي فيلم وداد الغزية، وافتكر انه في يوم من الايام اتقال له اكتب اسمك قبل محمود المليجي فرفض وقال ما يصحش. وبعد رحيل الفنان محمود المليجي في 6 يونيو 1983 زعل عليه جدا توفيق الدقن، وبقى يقول لابنه ماضي يا ماضي يا ابني خلاص انا شامم ريحة الرحيل. وقبل رحيله بكام سنة عانى توفيق الدقن من الفشل الكلوي لكنه ما استسلمش للمرض، حتى لما دخل المستشفى ما كانش متقبل ابدا فكره انه مش قادر يمشي وهيقعد على كرسي متحرك كبديل مؤقت، واتريق وقال انا بكره الادوار دي في التمثيل، دلوقتي اديني بعملها في الحقيقه. وخلال تصوير اخر اعماله جات له ذبحه صدريه بجانب المرض اللي عنده، ولما طلبوا له التصوير ما قدرش يقول لهم لانه ما كانش بيحب يقول انه تعبان، فقال لهم هجيلكم بكره، لكن بكرة ما جاش. ورحل توفيق الدقن في 26 نوفمبر 1988، وكانت آخر كلمة قالها لابنه لم أترك لك شيئا
تخجل منه. رحم الله الفنان الجميل الطيب توفيق الدقي. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. شكرا، تحياتي.